بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجة بعد كده اللي هنعملها توبيك الجديد WDS، بس النسخة المرة دي هضيف في قلبها اساسا ملفات ابديت. هضيف في قلبها ايه؟ ملفات ابديت. يعني ايه؟ دايما مايكروسوفت بتنزل ملفات ابديت، على فكرة بيبقى امتدادها MSU. يعني لو جيت هنا على ويندوز سيرفر تحت سورسز تحت ويندوز سيرفر 2016 هلاقي فيه عندي اصلا ملف انا منزلاه اوريدي MSU. تمام؟ هو انا منزله ملف ابديت يعني كبير شويه، لان ده اللي لقيته افيلبل من النسخه لسه جديده 2016، فما لقيتش ليها ملفات ابديت اللي ده، يعني ده الواحد اللي قابلته. فهياخد شويه وقت في الانستليشن ووقت في التجهيز، بس يلا مش مشكله، على الاقل يبقى ايه؟ عملنا تست عليه. احنا عارفين يعني ايه ابديت، صح؟ النسخه لما بتنزل بينزل معاها ملفات ابديت، ملف مثلا عشان او ابديت عشان السكيورتي، ابديت عشان ابلكيشن معين في النسخه. تمام؟ يعني فاول حاجه نعم اللي نزلهم في الفيديو كله ما كانش ينفع ان انا اعمل لها ابديت اصلا؟ لا ينفع ان انا اعمل لها ابديت، بس الفكره دلوقتي انت مثلا عندك في البيت يا عاطف لما بتنزل الويندوز تاني بيبدا كل شويه الويندوز تاني يكونكت على مايكروسوفت ويعمل ابديت، فبيسحب ده بيعمل داونلود اساسا للابديت من على موقع مايكروسوفت بيسحب بسرعه. طب ما انا اوريدي اكون منزله ملف الابديت اوف لاين تمام ومجهزاه في النسخ، بحيث ان النسخه لما تتفرد على الاجهزه اللي حواليا تنزل بالابديت. تنزل بايه؟ بالابديت. تمام؟ فانا هاخد كوبي من الملف ده كده يا عاطف واحطه عندي هنا على الاف برضو، زي مثلا احط له فولدر اسمه ابديت واحط الملف ده كده هنا. تمام؟ لغايه ما يخلص بقى الملف اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي تحت سكريبت تحت WDS اد ابديتس. اول حاجه برضو ان انا هجيب الايه؟ الاندكس بتاع النسخه. انا كده كده ما عنديش غير اندكس واحد بس، فدي اللي انا هشتغل عليه. تاني خطوه هعمل ايه؟ ماونت. تالت خطوه هبدا ان انا اضيف النسخه بتاعتي او ملف الابديت بتاعي. هبدا اضيف ايه؟ ملف الابديت بتاعي. الخطوه اللي بعديها اعمل ان ماونت للنسخه، وبعد كده اضيفها تحت ال WDS. فرق حاجه؟ تعالوا بقى نعمل الكلام ده. هاخد كوبي من الملف ده كده واحطه عندي هنا. اتاكد بس كده ان النسخه ملف الابديت نزل عندي هنا تحت الاف. تمام؟ يبقى اول حاجه تاني هاجي على النسخه بتاعتي كليك يمين عليها واقول له ايه؟ اكسبورت. انا اوريدي الخطوه دي عملتها. تمام؟ الخطوه اللي بعديها خلاص وده كده خلاص. اد ابديت الخطوه الاولانيه خلاص. تمام؟ اول حاجه تانية اتفقنا ان انا هعمل ايه؟ ماونت للنسخه. ماشي يا اسلام؟ فرحان يا اخويا. الايمج بتاعتي انا حطاها تحت مين؟ تحت الاف. انا حطاها عندي في فولدر اسمه المسار ده بقى كده كله غلط. المسار بتاعي اللي انا حاطه عليه النسخه هنا تحت ويندوز سيرفر 2016 هو ده. تمام؟ على اسم الملف بتاعي كوبي هو ده اندكس واحد واحطه تحت الفولدر اللي اسمه ماونت الداير اللي على المسار اللي انا حاطه اللي هو الاف. بارامتر انا حاطه الاف مرتين. تمام؟ هيخلص ونكمل. خلص اهو. الخطوه اللي بعد كده هقول له ايه؟ ضيف لي بقى نسخه الملف اللي هو الابديت. انا برضه هاخد كوبي من ده ونعدل فيه. النسخه بتاعتي اللي انا عملت لها ماونت يعني تحت الاف تحت ماونت الداير اد باكج. الباكج بتاعتي موجوده تحت مين؟ تحت الاف. انا حطاها في فولدر اسمه ابديتس. تمام؟ واسم الملف بتاعي حطاه هنا في ابديت، واسم الملف بتاعي الاسم الطويل ده كوبي. طبعا بيبقى فيه امتداد MSU. تمام؟ تمام. طالما ما ادانيش ايرور من اولها كده يبقى هو كده هيكمل. الخطوه دي بقى هتطول شويه لان الملف الاول اقروا تاني معايا شوفوا ايه الغلطه اللي انا عاملاها. اصلا عمرو في مسافات البص ده غلط.
الباس هنا. الباس هنا. تمام؟ يبدأ بس كده. image version. باك باك الباك باك الثانية. ايوه دي في باكج. استنى تعالى ابص عليها على الملف كده بسرعه. تحت الدي تحت ابديتس تحت الدي ابديتس على اسم الملف كده صح؟ اسم الملف اف ماونت الداير اد باكج على باكج. نعم بص كده الملف بتاعي اسمه ابديت مش ابديتس. اتاكد كده بس الملف بتاعي اسمه ابديت. تمام المسار بس انا كنت في الغلط كده بدا يكمل. دي بقى الخطوه دي هتطول حبتين ثلاثه لان بقول لكم لا دي هتقوموا بقى تاخدوا فيها بريك. تمام كل اللي فيها بس لان الملف الوحيد اللي انا لقيته ابديت يعني الويندوز سيرفر 2016 جيجا وشويه فعشان كده هيطول فقوموا بقى تريحوا شويه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما اخلص احنا كده عملت اتفقنا ان انا عملت ايه ضفت نسخه اللي هي الابديت صح. الخطوه اللي بعديها بقى في الخطوه ان انا اعمل انماونت تاني للنسخه. النسخه بتاعتي على مين؟ على الاف تحت ماونت الداير انتر. برضو الخطوه دي مش هتطول يعني تمام دقيقتين ثلاثه كده وهيفنش وبعد كده نبدا نضيفها تاني على الايه على الدبليو دي اف. تمام يا شباب خلصت تمام معايا كده انا عملت خلاص ماونت للنسخه او سوري الماونت للنسخه هضيفها في نفس الجروب اد انستول براوز هي تحت نفس النسخه اللي هي الاف اللي هي ويندوز 2016 في علامة الصح هسميها مثلا المرة دي updated 2016. تمام next برضو هيضيفها مش هيطول finish. تعالوا نكريت مكنة بقى file new virtual machine يعاطف next اركن اللاب next هسميها مثلا updated next next customize عشان اربطهم على نفس ال virtual switch bridget close finish. تمام ونفس الكلام هباور الماشين وبعد ما يخلص الانستليشن خالص بدل ما اوريها لكم بقى هوقف الفيديو هي نفس الخطوات. تمام هو حتى عمل براوزنج ليها لوحدها اهو هوريكم بس ان انا اختار الاوبشن بتاع مين ابديت. تمام معايا معايا خلاص نيكست يلا شباب شباب شو تعالى عبير وادي انت وهو معايا نيكست هختار انهي نسخه ابديتد نيكست نيكست. تمام ركز يا اشرف ركز يا اشرف هوقف بقى لغايه ما يخلص وبعد كده نشوف فعلا ضفلي الابديت ده ولا لا. خلص هو خلص اهو تمام عشان اتاكد فعلا بقى الابديت بتاعي نزل ولا لا يا اشرف. لو دخلت هنا على بروجرامز اند فيتشرز تمام ودخلت هنا على فيو انستولد ابديتس المفروض ان هنا هيظهر لي كل الحاجات اللي اتعمل لها ابديت قبل كده. تمام هلاقي فعلا في هنا ابديت نزل اللي هو رقمه هو ده اللي اخره 86 واوله 321 هو ده. اتاكد كده ملف الابديت احنا كنا حاطينه على تحت سورسز تحت ويندوز سيرفر 2016 مش هو ده ملف الابديت بتاعي 321 398 321 398 واخره 6 يبقى فعلا ملف الابديت بتاعي نزل فعلا ولا لا؟ نزل. في اي مشكله في ده؟ دي طريقه المكنه دي خلاص برضو انا كده مش محتاجاها في حاجه تمام؟ دي طريقه. الطريقه الثانيه بقى الاسهل
كان ممكن اعمل ايه؟ انا دلوقتي على السيرفر بتاع ال WDS تمام؟ كان ممكن ان انا اجي هنا على درايفر بدل ما اعملها بالجي او اي كان ممكن اجي على ايه؟ درايفر تمام؟ وادخل هنا على سوري ده الدرايفر في السيرفر دي مش الاصل نفسه كده الجزء ده خلص تمام؟ ندخل بقى في مين؟ scripts WDS احنا كده عرفنا مين؟ features ضفنا update تعالوا تشوفوا بقى احوال الدرايفر عشان اضيف درايفر في عندي طريقتين درايفر اللي هو ايه؟ تعريف بدل ما تفرد النص عندك على الاجهزه كلها وبعد كده تبدا ان انت ايه؟ تعرف لا انت تضيف التعريف فين؟ في النسخه بتاعتك بنفس الطريقه بالظبط هتعمل ماونت للسيستم بتاعك للنسخه بتاعتك تمام؟ تضيف التعريف ادي درايفر ادي الدرايفر اهو هنا مثلا على سبيل المثال انا اديت له المسار بتاع التعريفات وفي الاخر قلت له على ريسكيو ايه ريسكيو اللي في الاخر دي ريسكيو دي معناها بص على كل التعريفات اللي موجوده في الفولدر اللي انا كريته اللي اسمه ايه درايفر بدل ما انا كده اعرف واحد واحد لا انا كده بخليه بص على مين كل التعريفات واعمل اماونت للنسخه تاني وبعد كده اضيف النسخه في ال WDS دي طريقه الطريقه الثانيه الاسهل بقى ان انا اجي هنا على ال WDS وادخل على درايفر الاقي في هنا اول باكجز كليك يمين تمام الاول صحيح حاجه هنا على درايفر اد درايفر باكج هقول له ايه اد درايفر باكج طيب الملف بتاعي انت عايزه ايه ملف واحد بس تعريف واحد بس بجداده اي ان اف ولا فولدر تعريفات بالكامل اب تو يو تمام طب لو انا قلت له مثلا ملف انا ما عنديش هنا ملف معين هفترض ان هو عندي ونكست وهكمل الخطوات تمام اول لما هضيف الفولدر ده اساسنا او التعريف ده هيظهر عندي هنا في درايفر جروب الدرايفر جروب ده عباره عن ايه مجموعه من التعريفات تمام بعد كده هاجي على نسخه الويندوز ولا نسخه البوت على نسخه البوت اكليك هنا يمين واقول له هنا اد درايفر باكج اللي هي دي اللي هيظهر هنا طب ليه مش على النسخه ليه هنا على ملف البوت بالعقل كده الويندوز اصلا وهو بيقوم ساعات بيبقى محتاج ملفات بيبقى محتاج تعريفات والنسخه اصلا بتقوم زي مين؟ زي مثلا تعريف الهارد بالظبط الحاجات دي زي مثلا الهارد الهارد اصلا هو بيقوم لازم يبقى متعرف ما استناش لغايه ما الويندوز يشتغل هيشتغل ازاي اصلا والهارد ما تعرفش فالتعريفات عشان كده لو جيت هنا على النسخه ذات نفسها اكليك هنا يمين مش هلاقي الاوبشن اللي انا عايزاه الاوبشن اللي انا عايزاه فين؟ كليك يمين على ملف مين؟ البوت ذات نفسه واضحه؟ تمام ده بالنسبه لايه؟ للتعريفات ده خلصناه والدرايفر خلصناه والمونتاجست خلصناه بالمناسبه صحيح بالنسبه للمونتاجست كان ممكن اجي على النسخه بتاعتي ذات نفسها كليك يمين عليها واقول له كرييت مونتاجست ترانسميشن زي مثلا هقول له هنا مونتاجست نيكست تمام مش دي نفس الاوبشن واقول له هنا ابدا ازاحها بعد ابدا اعمل لها بوش لما عدد الاجهزه يوصل لاثنين انضافت عندي اهي المونتاجست جروب اللي انا كريته يبقى ممكن تكريته من هنا زي ما انا عملت كرييت مونتاجست ترانسميشن او من النسخه ذات نفسها كليك يمين وتقول له ايه كرييت مونتاجست تمام بروبرتيز دي احنا شفنا اللي فيها تمام يوزر بيرميشن شفناها ايه تاني بسم الله الرحمن الرحيم بص بقى على الفلتر ده انا جيت عملت كليك يمين على النسخه ذات نفسها وقلت له فلتر ايه ده هي دي انا ما جربتهاش قبل كده بس الفكره بتاعت الفلتر ان انا ممكن اضيف نسخه ما تنزلش الا مثلا على مانيفاكتشرر معين تمام زي مين زي مثلا ما تنزلش الا على لبات الدل ما تنزلش الا على مين لبات دل لو جيت انزلها على اي حاجه تانية ما ينفعش تمام في شويه اوبشنز هنا في فلتر حلوه قوي قوي على فكره يعني ممكن تنزلها مانيفاكتشرر ايكوال تو مثلا دل تمام البايز فيندور البايز فيرجن العب فيها بقى زي ما انت عايز طيب ده بالنسبه للجزء ده كليك يمين على السيرفر اسم السيرفر بروبرتيز شفنا احنا التبادي كلها اعتقد صح ندخل بقى على مولتي كاست اوبتين ان اي بي ادرس فروم دي اتش سي بي ولا استخدمي المولتي كاست ده عشان
ان شاء الله لما نعمل الدي اتش سي بي قريب باذن الله. تمام، احنا فاضل لنا حوالي محاضرتين ونوصل للجزء بتاع الدي اتش سي بي. لما نيجي نعمل الدي اتش سي بي انا ممكن كمان اخليه يوزع اي بي هات مولتي كاست. ليه؟ حاجه زي دي الدبليو دي اس اصلا هيبقى محتاج اي بي، او ان انا اسيبه ان هو يختار ايه من البول اللي انا محددها دي. مش ده فعلا 239؟ مش ده فعلا ريجن مولتي كاست بالنسبه لفيرجن 4 وبالنسبه لفيرجن 6 لو تفتكروا كان اوله اف اف. تمام، طيب كل keep all multicast clients in a session at the same speed، يعني انت هتبعت النسخه للاجهزه كلها يبداوا يعملوا داونلود بنفس السرعه ولا مش عارفه ايه الاوبشنز دي؟ هتلاقوها ان هي واضحه قوي. يعني ايه تاني هنا الاوبشن ده مثلا على سبيل المثال دي اتش اس بي اوثرايزيشن، بيقول لي هنا اوثرايز الدبليو دي اس ان دي اتش اس بي. اعتقد مفيش اي سبب منطقي ان انا ما اخلوش يعمل اوثرايزيشن للدي اتش اس بي، اكيد لازم يعمل اوثرايزيشن دي. تمام، هي عاده يعني عشان التنبيهه اللي انت عملتها دي اصلا صح، عاده اصلا ما بنلعبش في الاوبشنز دي، نادر قوي اصلا الاوبشنز دي كلها لو لعبنا فيها. تقريبا الاوبشن الوحيد يعني اللي انا بحتاجه اللي هو ده، ان انا اخلي اليوزر ما يضطرش يضغط على ايه اف 12. لو دخلت هنا على نتورك دي مش دلوقتي ال WDS ليه بورت، انا ممكن احدد له بورت معين من هنا. تمام، اليوزر النتورك بروفايل انا ممكن احدد هنا نتورك بروفايل اليوزر والكلاينت يبدا يعمل داونلود بالسرعه دي. واخدين بالكم ان كلهم ديمت؟ انا ممكن افتح الاوبشن ده او اعدل فيه، مش افتحه بعدل فيه بس بامر في الباور شير يا اشرف. انا عارفه طبعا ان انت ما بتطيقش الباور شير. تمام، تي اف تي بي بس تقريبا هي كده خلاص، يعني متهيألي كده خلاص قفلناها كده. اه خلاص، ما اعتقدش في حد تاني. اه استنى استنى، شفت كنت هشوف، استنى يا ولد، في حاجات بسيطه حاجات بسيطه وربنا. احنا كده شفنا ازاي ان انا اضيف درايفر او فيتشر او ابديت. هوريكم بس السنتكس بتاع الملف ده، انا مجهزه لكم برده في ملف بس عمركم ما هتحتاجوه. افرضوا دلوقتي ان الكلاينت بتاعي اساسا كارت الشبكه عليه مش بيسبورت البيكسل. تمام، اعمل ايه؟ اه ايه عمرك ما تحتاج اساسا في النهايه. بص هقول لك على حاجه اساسا يا عاطف، في النهايه انت هتكريت ملف اسمه ديسكفر دوت ايزو، ملف اي حاجه دوت ايزو وتبوظ منه. طب انا كنت بوظ منه الصلاه وخلاص، فعشان كده بقول لك الملف ده عاده يعني مش هتحتاجوه نهائي في حياتك. تمام، هو كل اللي فيها بس ان انت هتنزل ال WDK ال ADK اللي انا قلت لكم عليه، ملف ال ADK اللي انا قلت لكم عليه. من ضمن الحاجات اللي هتنزل طول كده اسمها شباب كوبي بي اي. تمام، وهتستخدم بقى الاوامر اللي انا حطاها هنا عشان تكريت في النهايه الملف اللي اسمه ايه ديسكفر دوت ايزو عشان تبوظ منه. ما انا بوظ من فلاشه بوتابل ولا بوظ من اسطوانه ولا بوظ من اي حاجه وكده، بس هي دي يعني. تمام.